عظيم. ثم راجع فكرتك. أيوة. واشحذ بصيرتك. أيوة. وأحسن التأمل. احفظ الكلام ده. إن أردت أن تتعلم احفظ هذا الكلام. لأن هنا ما فيش كلام في الشعر. هنا ليس هنا كلام في الشعر. إنما هنا كلام في إعداد العقل الذي سيدرس الشعر. في إيقاظ النفس. والخطر الداهم أن تقرأ بغفلة. وأنت تقرأ بغفلة أنت تقتل المادة العلمية التي تقرأها وتقتل الكتاب الذي تقرأه. إنما كان يدهشني جدا جدا مثل هذه الوصايا التي يطالبني فيها هؤلاء الكرام بأن لا أبدأ القراءة إلا بعد إيه يا بشير؟ اقرا ثاني كده. البصيره عاد واحد ها. واعمال الفكر. ايوه ها. احسن التامل. ايوه هذه اشياء استنفار للطاقه العقليه حين تتلقى المعرفه. ها. انا اقول ايه؟ ايوه واحنا ما بنعملش كده للطلبه. احنا بنقعد ندي الدرس ونص الطلبه نايم ونص الطلبه نايم ونقول كويس عشان انا مرتاح منهم. تفهم كلامي؟ زي النظم المستبد ده عاوز الشعوب تتنها جاهلة كده ونايمة وخلاص ونام 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 واجبح لك جوزين حمام عشان هو لو استيقظ هتبقى مشكلة. اصل اليقظ ما يتركبش. اليقظ لا يخدع. اليقظ لا يظلم. اليقظ لا يهمش. انا قلت ايه؟ اليقظ هو هذا الأرض أرضي وليست أرضك وحدك. أنا شريك في هذه الأرض فليس لك أن تفرض رأيك علي. فهم كلام الله؟ قل هذا في وهكذا.